على آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه في شرح السنوسية الكبرى عند أقسام الحجة، لأن الحجة تنقسم قوله من البراهين القاطعة والأدلة الساطعة بيان لما وقعت عليهما، والبراهين جمع برهان وهو أحد أقسام الحجة العقلية، لأن الحجة تنقسم أولا بحسب مادتها قسمين عقلية ونقلية، وقلنا بحسب صورتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القياس المنطقي وقياس استقرائي وقياس تمثيلي. لأن الحجة تنقسم أولا بحسب مادتها قسمين عقلية ونقلية، والأولى أي العقلية خمسة أقسام: برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة. فالبرهان هو هنا حيعرف البرهان ما تركب من مقدمات كلها يقينية، واليقينيات ستة أقسام: أوليات، يعني كأنه يعلل لماذا سميت أوليات، لأنها تدرك بأول توجه العقلي، وتسمى أيضا اللي هي الأوليات تسمى بديهيات، وهي ما يجزم به العقل بمجرد تصور طرفيه، كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من جزئه، ومشاهدات، وتسمى أيضا حسيات، وهي ما يجزم به العقل بواسطة حس، كقولنا الشمس مشرقة والنار محرقة، وقضايا قياساتها معها، وهي ما يجزم به العقل بواسطة وسط يتصور معها، كقولنا الأربعة زوج، فإنه بسبب وسط حاضر في الذهن، وهو الانقسام بمتساويين، وتجريبيات، وهي ما يجزم به العقل بواسطة تجربته مرارا كثيرة، بحيث يجزم العقل بأنه ليس على سبيل الاتفاق، كقولنا السقمونيا تسهل الصفراء، وحدسيات، وهي ما يجزم به العقل لترتب دون ترتب التجريبيات مع مصاحبة القرائن، كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس، ومتواترات، وهي ما يجزم به العقل بواسطة حس السمع ووسط حاضر في الذهن، وذلك أن يخبر عن محسوس يمكن وقوعه جمع كثير ممن يجزم العقل
بامتناع تواطؤهم على الكذب. فقولنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، وهذا القسم مركب من القسم الثاني والثالث، فهذه الأقسام الستة منها ما يتركب البرهان والغرض منه حصول العلم اليقيني. إذن هو هنا تكلم عن اليقينيات الستة اللي هي يتركب منها البرهان، كما قال الأخضري أجلها الحجة العقلية، أجلها البرهان ما ركب من مقدمات باليقين تقترب. لكن حصر نقول اليقينيات محصورة كام؟ حصرها في ستة. قال واليقينيات ستة. هل معنى حصرها في ستة أنه لا يقينية غيرها؟ يعني هي كده محصورة في ستة اللي احنا عدناها، هل معنى كده ما فيش حاجة يقين غير هذه الستة؟ يجب أن تعرف أن حصر اليقينيات في ستة ليس المراد به أنه ما فيش حاجة يقين غيرها، بل اليقينيات المكتسبة من البراهين أكثر من أن تحصى، وإنما المراد المواد الأولى للبرهان هي هذه، وما زاد عليها لا يكون أولا بل ثواني. يعني دي المواد الأولى التي يتركب منها البرهان. فمن القارئ؟ الشيخ محمد ماليزيا تفضل. ولا محمد كايرو، محمد فيصل، وانت محمد ماليزيا. يلا يا شيخ انت اقرأ وهو يحلل وانا اشرح، بس نعمل ذلك التحليلات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح نفعنا الله بعلمه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين الكريم. واليقينيات ستة أقسام. أوليات، لأنها تدرك بأول توجه العقل. يعني بأول توجه، يعني مش بثاني توجه. أول ما يتوجه العقل إليها يدركها، لذلك سميت أوليات. وطبعا في بعض الكتب، وأظن في كتاب الشيخ الباجوري، بيقول أنها تقرأ برضو أوليات. خلاص، لكن هنا بحسب النظم أوليات. أول بأوليات. يلا يا شيخ. وتسمى أيضا بديهيات، وهي ما يجزم به العقل بمجرد تصور طرفيه، كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من جزئه. يبقى هنا عندك في الحاشية مش كده؟ فوق؟ طب احنا قرأنا احنا فوق، انت هنرجع ليه تاني. قوله أوليات بضم الهمزة وفتح اللام، أوليات مخففة. يبقى كده أوليات مخففة. أي بنقرأ. نعم، ما أنا عشان كده قلت لك أنت حلل وهو يقرأ، هو في القراءة صح، فما أنت في التحليل أنصح. لا لا خلاص، هو الشيخ ناجي خليك على الاحتياط، اقرأ يا شيخ تعلم. قوله واليقينيات ستة، أي وكلها ضرورية، أي لا تتوقف على نظر واستدلال،
وإن توقفت على هذا. احنا فين دلوقتي في الحاشة؟ قوله ايه؟ واليقينيات ستة أي وكلها ضرورية، خلاص كده؟ أي لا تتوقف على نظر واستدلال، فمعنى ضرورية أنها لا تحتاج إلى نظر، وإن توقفت على حدس أو تجربة فهذا لا يمنع من كونها إيه؟ ضروريات. فإن قلت من الضروريات المشاهدات، يلا فإن قلت من الضروريات المشاهدات وهي قضايا تتوقف على قياس مفروض معها، وهنئذ فهي متوقفة على النظر الذي هو القياس. يعني هي قضايا تتوقف على قياس مصحوب معها، يعني القياس معها، قضايا قياساتها معها، يعني زي ما نقول ايه الاربعة ايه زوج، والقياس موجود لانه ينقسم به بمتساويين، وكل من ينقسم او كل ما ينقسم بمتساويين فهو هنا في قياس، يعني معنى كده هي متوقفة على ايه على النظر الذي هو القياس، لكن هذا القياس معها وليست هي مترتبة عليه، وذا قال قياساتها ايه معها، فهي متوقفة على النظر الذي هو القياس. قلت هذا الاعتراض، أين الجواب؟ قلت أجيب عن ذلك بأن القياس المذكور معها ليس استدلالا بل هو تنبيه. يعني القياس المذكور معها هذا ليس استدلالا بل هو ايه مجرد تنبيه. طيب وهل ينبه، كأنه في يعني سؤال ثاني خفي، وهل الضروريات تحتاج إلى تنبيه؟ فقال لك والضروريات قد ينبه عليها، يعني أحيانا يحدث تنبيه عليها إذا كان هناك فيه شيء من الخفاء أو اللبس، قد ينبه عليها إزالة لما في بعض الأذهان من الخفاء المتعلق بها. الله شاء. قوله أوليات. قلنا هنا في فوق في الشرح أوليات. قوله إيه؟ أوليات. قوله أوليات بضم الهمزة وفتح اللام مخففة. بضم الهمزة أوليات وفتح اللام مخففة. أي مقدمات أوليات. وضبطه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الواو نسبة إلى نسبة إلى إيه؟ الأول. ولذلك هنا بيقول لأنها تدرك بأول توجه. هنا إيه؟ ضبطها يكون إيه؟ فتح الهمزة وتشديد الإيه؟ الواو. نسبة الأول أو نسبة للأول، يمكن يكون فيها شيء في الطبع. ويدل لهذا قول الشارح لأنها تترك يعني يدل لهذا له هذا، يعني ضبطها بفتح الهمزة وتشديد الواو، هذا يدل له قول الشارح اللي هو الإمام السنوسي لأنها تدرك بأول توجه العقل، يعني هي معنى أول توجه العقل، يعني لا تتوقف على شيء بعد تصور الطرفين، أو معنى أول توجه العقل. قوله لأنها تدرك بأول توجه العقل علته لمحذوف، أي إنما سميت أوليات لأنها إلى آخره. لا، إنما سميت أوليات عشان تدرك بأول. أي إنما سميت أوليات لأنها تدرك بأول توجه العقل. وقوله تدرك أي تدرك نسبتها. تدرك أي تدرك نسبتها، والمراد بالإدراك يعني التصديق بها، يعني أو التسليم بها،
وليس الإدراك معناه إيه التصور، وإنما الإدراك هنا معناه إيه التصديق، أي لأن العقل يصدق بنسبتها عند أول توجهه، أي أنك متى تصورت الموضوع والمحمولة حكم العقل بثبوت المحمول للموضوع، وهذا هو إيه؟ وهذا معنى إدراك النسبة، حكم العقل بثبوت المحمول للموضوع من غير توقف على شيء، كأنه يقول من أول إدراك العقل لا، أو من أول إدراك الطرفين، يعني إدراكه غير متوقف على تجربة، وإلا لسميت إيه؟ تجريبيات، وغير متوقف على حدس، وإلا لسميت إيه؟ حدسيات. خلاص؟ يلا. قوله بديهيات. قوله بديهيات جمع بديهية، يعني هي نفسها إيه؟ الأوليات أو الأوليات، هي نفسها الإيه؟ البديهيات أو البدهيات أو الضرورية، ما لا كلها ضرورية، يعني الستة كلها إيه؟ ضرورية. جمع بديهية، وهي التي تهجم على النفس بأن تحصل عند العقل من غير استعمال ذكر، ولذلك سميت بديهة لأنها تبدح، يعني تهجم على النفس بأن تحصل، يقول لك أدركها بداهة، هجمت عليك، بدهته، فاجأته، بغتته، وهي التي تهجم على النفس بأن تحصل عند العقل من غير استعمال فكر، يعني ليست متوقفة على قياس، ليست متوقفة على نظر، وذلك إيه؟ بدهيات، أوليات، ها؟ أوليات، كله إيه؟ ماشي. السمع يصدق بها العقل من اوله، يعني يدرك، يعني مش يصدق، يدرك نسبتها اللي هو التصديق، يعني هو صح كلامك، بس لما تعبر التعبير ادراك النسبة احسن. قوله وهي ما يجزم به العقل، اي وهي قضايا يجزم العقل بها، اي بنسبتها بمجرد تصور، يجزم العقل بها يعني بادراكها، يعني بادراك النسبة، نسبة الايه؟ المحمول ليه؟ للموضوع، بمجرد تصور طرفيها. ما هما الطرفان؟ الموضوع والمحمول، لكن مع تصور نسبتها أيضا، فكان عليه أن يقول ما يجزم العقل بنسبتها عند تصور طرفيها، وإيه؟ ثم هي ما يجزم العقل بنسبتها، وإدراك النسبة متوقف على إدراك طرفين، فهو هنا بيقول لك يجزم بالشيخ الحامدي، بيقول لك يجزم بنسبتها عند تصور طرفيها ونسبتها، هذه موجودة ضمنا. فكان عليه أن يقول ما يجزم عليه، يعني على مين؟ على سيدنا الشيخ الكبير، هو اللي بيتكلم الشيخ الحامد، واللي كان عليه طبعا عشان ايه؟ لما هو الرجل ما قصرش. فكان عليه ان يقول ما يجزم العقل بنسبتها عند تصور طرفيها ونسبتها، مضبوط ولا تصور الطرفين، وبعدين المرحله الثانيه. وانت بتاخد بمذهب الرازي ولا بمذهب ده شرط ولا شرط؟ يعني التصديق مركب من كام عند الجمهور؟ من كام شروطه؟ يعني اذا تصور الطرفين ادراك الطرفين، ادراك نسبه بين الطرفين، لسه ادراك النسبه لسه ما وصلش، جزم بقى، جزم بشروط النسبة
بين الطرفين سلبا او ايجابا. يعني كده الشيخ عليه برضه كان عليه. انا شايف انه شو ما فيش فرق يعني. ماشي. يعني كان عليه ان يقول ما يجزم العقل بنسبتها عند تصور طرفيها وعند تصور النسبة. يعني كأنه إدراك الطرفين من النسبة الكلامية مش النسبة الحكمية مش النسبة الخارجية. عندنا النسبتين. يبقى النسبة الأولى إدراك الموضوع إدراك المحمول ثم إدراك نسبة الموضوع المحمول كلاميا من حيث الوضع ثم تيجي المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التصديق. يبقى هنا النسبة الأولى النسبة الأولى اللي هي الكلامية والأخيرة اللي هي النسبة الخارجية. وقل عند فكان عليه ان يقول ما يجزم العقل بنسبته عند تصور طرفيه دي النسبه الاولى. ايوه عند تصور طرفيه موضوع ومحمول وعند تصور النسبه الكلاميه ودي كلها تصورات. النسبه الخارجيه هي التصديق. ايوه هم اخبار. ماشي. واسناده شروط عند الجمهور شروط عند الحكماء شروط والتصديق الاخر عند الامام مركب من الأربع أجزاء. وإسناد الجزم للعقل من إسناد الشيء إلى سببه يعني ما يجزم إيه؟ به العقل مش كده؟ أسند الجزم إلى إيه؟ إلى العقل والعقل إيه؟ آلة. يعني العقل سبب إنما الجازم حقيقة هو النفس. وإسناد الجزم للعقل من إسناد الشيء إلى سببه والجازم حقيقة النفس. كذا إسناد مجازي مش حقيقي. وذكر الضمير في به ما يجزم العقل به مش هي إيه؟ أوليات. فالمفروض يقول ما يجزم العقل بها. طب لماذا ذكر الضمير في به نظرا للفظ ما لا لمعناها؟ فلو نظر الى المعنى لايه ها لان وذكر الضمير في به نظرا للفظ او نظرا للفظ ما لا لمعناها وهو القضايا والقضايا ايه مؤنثة. اما اللفظ وهي ما اللفظ ايه ها مذكر انما المعنى مؤنث. فاذا نظرت الى اللفظ فعليك ان تذكر واذا نظرت الى المعنى فعليك ان تؤنث. ها قوله كقولنا الواحد نصف الاثنين. بيقول وهي ما يجزم به العقل بمجرد تصور طرفيه كقولنا الواحد نصف الاثنين. هذا مثال للقضايا الأولية. ولما قال أوليات عاوزين ايه عاوزين أمثلة أوليات أو بديهيات. مثال زي ايه البديهيات او الاوليات؟ الواحد نصف الاثنين. فاذا تصور الواحد وتصور نصف الاثنين اي المضاف والمضاف اليه جزم العقل بالحكم وهو ثبوت نصف الاثنين للواحد. ويقال نظير هذا في المثال بعده. خلاص كده اللي هو ايه المثال اللي بعده؟ الكل اعظم من جزئه. لانه جاء في الشرح اتى بمثالين الواحد نصف الاثنين والكل اعظم من جزئه. وحينئذ فيقال في تركيب البرهان من هذه المقدمة وغيرها هذا واحد وكل واحد فهو نصف الاثنين ينتج هذا نصف الاثنين. قوله والكل أعظم من جزئه. وحينئذ فيقال في تركيب البرهان
من هذه المقدمة وغيرها هذا واحد وكل واحد فهو نصف الاثنين ينتج هذا نصف الاثنين. قوله والكل أعظم من جزئه. قوله والكل أعظم من جزئه يقال في القياس المركب من هذه المقدمة وغيرها هذا كل وكل كل أعظم من جزئه. هذا كل وكل كل أعظم من جزئه ينتج هذا أعظم من جزئه، فهو مركب من مقدمات أولية ضرورية. قوله ومشاهدات بدايه ها؟ هذا هو القسم الثاني من ايه؟ من اليقينيات. ما خلاص احنا اولات فيها اقسام اليقينيات. انتبه. قوله ومشاهدات اي ومقدمات المشاهدات. يبقى مشاهدات الشيخ الباجوري بيقول المشاهدات هي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطني. المشاهدات مش المشاهدات اللي هي ايه نبصرها بالأعين، لا بالحس ايه الباطني. يجي واحد يقول كيف تسمى مشاهدات وهي لا تدرك بايه بالحس الظاهري؟ فالجواب أن التسمية اصطلاح. خلاص كده؟ وهي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطني. خلاص كده؟ فكقولك إيه الجوع، الجوع مؤلم، فهل هذا تراه بعينك ولا بالحس الباطني؟ وأما القضايا التي يدركها العقل بسبب الإيه؟ المشاهدة بالحس الظاهري فهي المحسوسات. يبقى التسمية اصطلاح. يبقى المشاهدات هي التي يدركها العقل بالإيه؟ أنا بكلم مين؟ بكلم يعني حجارة أو حديدة بالحس الباطني اسمها إيه؟ والتي يدركها بالحس بالمشاهدة تسمى ايه محسوسة. طب ليه قلب اي اصطلاح كده عاجبك عاجبك قوله هو مشاهدات اي مقدمات مشاهدات. ولذلك بيقول لك ايه التسمية دي زي ما قلنا ايه دي سموا دي محسوسات ودي ايه دي اسمها ايه اللي هنتكلم فيها مشاهدات، والتي تدرك بالحس الظاهري اسمها ايه محسوسات. طب ليه الاولى قال لك ما فيش اولى ومش اولى؟ ده ايه اصطلاح. ولذلك بعض المحققين جعلهما قسما واحدا، يعني سماهم ايه المشاهدات سواء بالحس الباطني او بالحس الايه او المحسوسات، هي نفسها المشاهدات بس تنقسم الى قسمين فجعلهما ايه قسما واحدا مش اثنين. لكن هنا عندنا ايه اثنين. مين؟ لا وهو بيقول لك هنا بتوقفها على مشاهدة تمام كده، والثانية بتوقفها على الحس. هنقرأ في الشرح حيبين. قوله ومشاهدات أي مقدمات المشاهدات لكون جزم العقل بنسبتها يتوقف على مشاهدات. قوله ومشاهدات أي مقدمات مشاهدات لكون جزم العقل بنسبتها يتوقف على مشاهدة. قوله وتسمى أيضا حسيات أي لتوقف جزم العقل بنسبتها على إحساس أي ظاهري. يعني هنا كده بجعلهم إيه قسم واحد وتسمى أيضا مش كده حسيات، يعني المشاهدات هي نفسها حسيات أي لتوقف جزم العقل بنسبتها على إحساس أي ظاهري. أما لو توقف جزم العقل بنسبتها على إحساس باطني فتسمى مشاهدات ووجدانيات ولا تسمى محسوسات، وحينئذ ففي إطلاق قوله الحسيات شيء، يعني كأنه لم يسلم له به
بهذا الإطلاق. اقرأ ثاني قوله ومشاهدات. قوله ومشاهدات أي ومقدمات المشاهدات، لكون جزم العقل بنسبتها يتوقف على مشاهدة. يعني جزم العقل بالنسبة متوقف على إيه؟ مشاهدة. ثم قال وتسمى أيضا اللي هي إيه؟ المشاهدات تسمى إيه؟ يبقى كده معناها كده جعلهم إيه؟ واحد. قوله وتسمى أيضا حسيات أي لتوقف جزم العقل بنسبتها على إحساس أي ظاهري. يعني كأنه لما قال مشاهدات يبقى العقل بيتوقف على إيه؟ على مشاهدة. حسيات يبقى العقل بيتوقف على إحساس أي ظاهري. طب ماذا لو توقف على إحساس باطني كقولهم إن لنا جوعا أو حزنا أو فرحا أو هما أو غما أو كرما إلى آخره، فتسمى إيه؟ مشاهدات ووجدانيات، ولا تسمى محسوسات. وحينئذ ففي إطلاق، يعني كون يطلق حسيات على الباطنية والظاهرية فيه شيء، يعني كأنه في الظاهر ماشي مسلم، إنما في الباطن كيف يقول هذا الشيء؟ نعم. وقال وتسمى أيضا حسيات وأطلق، يعني من؟ ما من أين جاء بل وهي ما يجزم به العقل بواسطة حس، ولم يقل حس باطني ولا ظاهر. بس أطلق، يعني قد يكون أتى بمثال للظاهر، ما هو قال لك الاثنين، جاب مثالين للظاهر، مثالين للظاهر، جابش واحد للباطن. الشمس مشرقة والنار محرقة. ممكن الألم، يعني الألم باطني. والله احتمال، بس يلا عشان كده جاب المثالين على الظاهر. على الحس الظاهر. فهو ما استخدمش الحسيات في الحس الباطن هي الوجدانيات. فهو الإشكال ممكن يكون في إطلاق لفظ المشاهدات قصده على الحسيات. ماشي، بس جاء بعدين بعد ما ذكر إيه؟ هنا لما جاب الحدسيات وجاب التجريبيات وبعدين جاب الإيه؟ خلاص يبقى كده ايه؟ هي الاشكاليه مولانا ان هو قال وهي ما يجزم به العقل بواسطه حس، ثم قصر الحس على الظاهر فقط. ماشي يا مولانا، احنا قلنا لك شوف شفت كده، احنا قلنا المدركه بسبب المشاهده بالحس الظاهر هي محسوسات خلاص او محسات، اما اللي هي بالحس الباطن هي ايه؟ المشاهدات، وتسمى ايضا ايه؟ حسيات. خلاص؟ حسيات ووجدانيات، هو جاب الاثنين في الشرح. لا تسمى مشاهدات ووجدانيات، ولا تسمى محسوسات. لا تسمى مشاهدات ووجدانيات. ولا تسمى محسوسات. يبقى كده معنى كده المحسوسات اللي على الظاهر، على الحس الظاهر. والمشاهدات والوجدانيات إطلاقان على الإيه؟ على الباطن. خلاص؟ يلا. قوله وهي ما يتم به العقل بواسطة حسه، أي وهي قضايا يجزم العقل بنسبتها بواسطة حسه، أي حاسة كانت. أمه يا شيخ شيخ قال أي حاسة كانت. هي دي الإشكالية اللي على الشيخ. إن الحاسة دي إن كانت الحواس الظاهرة مسمى محسوسة، إن كانت الحواس الباطنة يسمى مشاهدات ووجدانيات. فهو كيف قصر المشاهدات على الحسيات فقط؟ أي حس كان. هو قال بواسطة حس. هو قال بواسطة حس. هو قالش ظاهر ولا باطن. ولم يقل ظاهر ولم يقل باطن. مثالين على الظاهر. ما أفرض جاب مثالين وساب المثال الثاني. حتى يا مولانا المثالين برضه عليه مش كله.
المسألين عليه المجبسين للظاهر فقصر يعني المشاهدات في المحسوسات وهي المحسوسات الوجدانية. ماشي يلا يا نعم. قوله كقولنا مثال للمقدمات المشاهدات. دلوقتي هجيب ايه ومشاهدات وتسمى ايضا حسيات وهي ما يجزم به العقل بواسطة حس كقولنا ده مثال للمقدمات المشاهدات ومثال البرهان المركب منها من مقدمات المشاهدات ان يقال ومثال البرهان المركب منها ان يقال هذه شمس وكل شمس مشرقة وهذه النار وكل نار مشرقة ينتج الأول أن هذه مشرقة والثاني أن هذه محرقة فالحكم على النار بالإحراق وعلى الشمس بالإشراق يتوقف بعد تصور الطرفين على إدراك ذلك بحاسة اللمس وحاسة البصر. حاسة اللمس فين؟ بالنسبة للنار وحاسة البصر بالنسبة للشمس. يلا يا رب. قوله قياساتها معها وقضايا وقضايا قياساتها معها أي ملحوظة معها. والقياس ما تركب من مقدمات قلنا هي قياساتها معها لا تسمى نظرية مع أنه معها قياس وإنما القياس الذي معها ليس للاستدلال وإنما للتنبيه. طب كيف تكون ضروريات وينبه؟ قال احيانا لربما يخفى على الذهن او يعني لزيادة التوضيح مثل هذا فاحيانا يوضح الواضح او ينبه على ايه الشيء. قول قياساتها معها اي ملحوظة معها. والقياس ما تركب من مقدمات متى سلمت لزمها قول آخر. انت في الحاشية قياساتها معها أي ملحوظة مش معها القياس ده هي ملحوظ معها يعني. والقياس ما تركب من مقدمات متى سلمت لزمها قول آخر كما قال الشيخ الأخضر إن القياس من قضايا صغرى مستلزما بالذات قولا آخر. قوله وهي ما أي قضايا. قوله بها أي بنسبتها. قوله بواسطة وسط أي بواسطة قياس ذي وسط ففي الكلام حذف. يعني القياس ده متوسط ولكنه إيه للتنبيه وليس للاستدلال. بواسطة وسط يتصور معها أي يلحظ معها والأولى أن يقول يصدق به معها إلا أن يقال أراد بالتصور التصديق. يعني هو قال وسط بواسطة وسط يتصور فالمفروض يقول إيه يقول إيه المفروض بدل يتصور يقول ايه يصدق به معه الا ان يقال انه عندما قال يتصور اراد بالتصور ايه التصديق. زي ما احنا بنعرف التصور نقول ايه لما نعرف ايه الواجب بنقول ايه ما لا يتصور مش كده. المراد هنا ما لا يتصور يعني ما لا يصدق فكلمة تصور في تعريف الواجب ليس معناها ايه المعنى انما التصور يعني معناه الحكم. قوله كقولنا الأربعة زوج هذه قضية والحكم فيها وهو ثبوت الزوجية للأربعة متوقف بعد تصور الطرفين على قياس حاضر في الذهن منظور معها. يعني أول ما الذهن أول ما تقول أربعة زوج يحضر في الذهن مع قياس معها كأنه ينبه وهو الأربعة منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج. وكذلك لو قلت الثمانية لأنه هذا يحضر في الذهن
وكذلك لو قلت الستة عشر، إنما لو رفعت شوية كده في الأرقام ممكن إيه لا يحضر إيه القياس، زي ما نقول كده الواحد ربع عشر ربع عشر الأربعين، الواحد أو عشر وربع ماشي. إنما لو قلنا مثلا 590 أو كذا مش هيحضر معاه، أو الاثنين مثلا ربع أو عشر ربع الثمانين مثلا، هنا لا يحضر القياس. لما الثاني معاه دوك عاوز إيه تفكير شوية. يلا قوله فإنه أي حكمه، أي حكمه فإنه أي حكمه، أي حكمه أي الحكم فيه بالزوجية. قوله وسط أي واسطة، وهو يعني أدركت هذه النسبة بواسطة. فإنه أي حكمه أي الحكم فيه بالزوجية. قوله وسط أي واسطة، قوله وهو الأولى، وهو مش كده أنها منقسمة بمتساويين، وكل ما هو كذلك فهو زوج. قوله وهي ما أي قضايا، وقوله به أي بنسبته، وقوله بواسطة تجربته. ده هيدخل على ايه دلوقتي؟ على التجريبيات. قوله وهي ما أي قضايا، وقوله به أي بنسبته، وقوله بواسطة تجربته أي لتلك النسبة أي متعلقها. فالأولى أن يقول فالأولى ما يجزم العقل بنسبتها بواسطة ثبوت الحكم به مرارا كثيرا، بواسطة ثبوت المحكوم به مرارا. خلاص كده، زي المحكوم به زي ايه؟ زي المثال اللي جابه السقمونيا تسهل ايه الصفراء، فهذا المحكوم به اللي هو ايه انها تسهل ايه الصفراء، هذا المحكوم به جرب اكثر من مره، ولذا قال مرارا كثيرا، يعني معناها ده مش صدفه، لم يحدث اتفاق، وانما ايه بواسطه التجربه، يعني ليس هذا امر اتفاقي. فالجزم بان السقمونيا مسهله، السقمونيا ده نبات يستخرج خلاص كده من تجاويفه رطوبة دبقة، يعني زي الغير، عارف الغير البتلحم تحط في الخشب تمسك تلصق بها الغير، وايه تاني عارف الغير اللي بيحطوها دي تلصق بها تلصق النعل او تلصق الخشب او تعشق بها حطوها تروح تمسك، او صمغ، يعني كأنه في صمغ في ايه في تجاويف في هذه الرطوبات التي تخرج، فتمسك الايه المعدة او تجري الايه تسهل ايه خروج الصفراء، تسهل ايه الصفراء. خلاص، السقمونة نبات استخرج من تجاويفه رطوبة، رطوبة دي فيها ايه مادة لزجة زي الصمغ زي اللي في الغيرة. فالجزم بأن السقمونيا مسهلة للصفراء إنما يحصل عند الحاكم بواسطة ثبوت ذلك عنده مرارا، لأن ذلك أمر اتفاقي. قوله السقمونيا مش لأن إنما يحصل عند الحاكم بواسطة ثبوت ذلك عنده مرارا، لا أن ذلك أمر اتفاقي، لأنه لو كان أمر اتفاق يعني حصل كده صدفة فهذا لا يسمى إيه شيء مجرب أو يسمى تجربة. وقوله السقمونيا نبات مستخرج من جوفه رطوبات وتجفف،
قوله تسهل الصفراء أي تزيلها، أي تزيل الزائد منها على باقي الأمزجة من البلغم والدم والسوداء، لا أنها تزيلها من أصلها. فالصفراء دي مهمة، في إنما المشكلة اللي بيحدث به المرض في الجسم الزيادة، خلاص. وذا قال تزيلها أي تزيل الزائد منها حتى يعتدل مزاج الإيه الجسم. قوله إيه وحدسيات نسبة إلى إيه إلى الحدس. ما هو الحدس؟ سرعة الانتقال من المبادئ إلى الإيه إلى المطالب، أو كأنه ينتقل إلى المطالب دفعة واحدة. ومعناه الحدس في اللغة إيه؟ التخمين. عارف اللي يقول لك إيه؟ عارف التخمين؟ عارفينه؟ ده قوله وهي ما يجزم به العقل إلى آخره، أي قضايا يجزم العقل بنسبتها لوجود ترتب، أي تكرار لوجود ترتب، أي تكرار لحكمها دون الترتب الكائن في التجريبيات مع مصاحبة القرائن، وهي شيء يجده الشخص في نفسه. يعني كيف يقول في تعريف الحدسيات انها ايه قضايا يجزم العقل بنسبتها لوجود ترتب، يعني ويشرح يقول تكرار لحكمها. لما يبقى معنى كده ايه ها دخلنا في تجريبيات، قال لك لا التجريبيات دي جربت مرارا وتكرارا، انما دي ترتب دون الترتب الكائن في التجريبيات مع اللي هي في الحدسيات مصاحبة القرائن، وهي شيء يجده الشخص في نفسه. زي ايه نور الايه مثال نور الايه الشمس مستفاد، الحكم بأنه مستفاد النور القمر من نور الايه، لأنه بواسطة التقلبات والتغيرات التي في الشمس تنعكس على ايه، فحكم العقل بذلك وسماه حدس او ايه او تخمين، لأنه الأوضاع بتتغير وتتقلب بحسب ايه تقلبها فين في الشمس. او مثال اخر كالماء اللي هو ايه حول البئر، برضيش الماء اللي عند البئر، يأتي في العقل دفعة واحدة انه هذا الماء من الدلاء التي ايه نرفع بها الماء، فيحصل قرضيش فتيجي، فيقع الحدس او التخمين مباشرة الى ان هذا الماء اللي هو حول الحوض او حول البئر انما هو ايه من الماء الذي فيها. لكن ربما يكون ايه التخمين ده والحدس يعني هيصل الى ايه الى اليقين بس بواسطة ايه قرائن، بواسطة ايه قرائن، اما في نفسه يعتبر ايه ظن. يلا يا شيخ. قوله دون اي اقل، قوله كقولنا الى اخره، فهذه قضية حدسية، لان الحكم باستفادة نور القمر من نور الشمس متوقف بعد تصور الطرفين على ترتب المبادئ، في مبادئ وفي ايه في مطالب، اي اختلافات تشكلات القمر النورانية قوة وضعفا بسبب القرب والبعد من الشمس. لما يكون في بعد يبقى النور ايه ضعيف، في قرب يبقى النور ايه قوي. فهنا في الحالة دي العقل يحكم بإيه؟ بان هذا النور مستفاد من ايه من الشمس، فإنه كلما بعد منها وقابلها كثر نور، وكلما قاربها قل نور، وجرم القمر عند الحكماء أسود مظلم، يعني القمر في ذاته مظلم وأسود. مسؤول الله
كرم القمر. عند الحدسيات مش كده؟ فهذه اللي قولنا القمر مستفاد، نور القمر مستفاد من نور الشمس، لأن الحكم باستفادة نور القمر من نور الشمس متوقف بعد تصور الطرفين على ترتب المبادئ، أي في مبادئ إيه؟ في مطالب، أي اختلاف تشكلات القمر النورانية قوة وضعفا بسبب القرب والبعد من الشمس، فإنه كلما بعد منها وقابلها كثر نوره، وكلما قاربها قل نوره. جرم القمر عند الحكماء أسود مظلم مصقول كالمرآة، ونوره مستفاد من نور الشمس. ده بالنسبة للحدسيات. وزي الماء اللي هو حول الحوض أو حول البئر، يعني يأتي في التخمين أو في الحدس أنه هذا الماء مأخوذ منين؟ أو مصدره البئر أو الحوض. قوله وهي إلى آخره، وهي ما الحدسيات ما يجزم به العقل لترتب دون ترتب التجريبيات، نعم المتواترات ومتواترات، وهي ما يجزم به العقل بواسطة حس السمع ووسط حاضر في الذهن، وذلك أن يخبر عن محسوس يمكن وقوعه جمع كثير ممن يجزم العقل بامتناع تواطؤهم على الكذب. هذه هي المتواترات. قوله وهي أي المتواترات قضايا يجزم العقل بنسبتها بواسطة حس السمع مثلا، وبواسطة واسطة حاضرة في الذهن. وقوله وذلك أي التواتر، قوله عن محسوس بحاسة السمع والبصر مثلا، خرج المعقول، يعني لازم التواتر ينتهي إلى إيه؟ إلى محسوس. أما إذا انتهى إلى المعقول كخبر الفلاسفة بأن العالم قديم فلا يفيد الجزم لأنه لم ينتهي إلى الحس. ولذلك قال تعالى لما رد على الادعاءات المشركين أو قال ما أشهدتهم، فلازم ينتهي إلى الحس. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين، يعني مين؟ الفلاسفة. وما كنت متخذ المضلين ما المضلين يشمل الفلاسفة ويشمل كل كل من ضل. وذلك أن خلينا واقفين على المتواترات بعد الصلاة. دول عاملين ايه فلاسفة ومتواترات، وهي ما يجزم به العقل بواسطة حس السمع. يعني المتواتر لا بد خبر، خبر يعني قول كلام، فلا بد أن ينتهي إلى إلى حس السمع ووسط حاضر في الذهن، فذلك أن يخبر عن محسوس يمكن وقوعه. إنما إذا كان يستحيل وقوعه فبقينا في مانع عقلي، فلا بد أن يكون هذا المحسوس مما يمكن وقوعه. يخبر عن ذلك جمع كثير ممن يجزم العقل بامتناع تواطؤهم على الكذب. قوله وذلك أي التواتر، قوله عن محسوس أي بحاسة السمع والبصر مثلا، خرج المعقول. فمثلا خبر الفلاسفة بأن العالم القديم هذا أخبر به
جمع كثير، بل تواطؤوا عليه. ومع ذلك لأنه مستند إلى إلى معقول وليس إلى إلى محسوس، وهذا لا يفيد لا يفيد الجزم، إنما التواتر الذي يستند إلى محسوس هو الذي يفيد الجزم، سواء كان الاستناد على حاسة السمع أو على حاسة البصر، زي ما يقول قوله كذا كذا انتهي إلى أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطريقة معينة أو يخبر بكذا. جمع كثير ممن يجزم العقل بامتناع تواطؤهم، قوله بامتناع إلى آخره، هذا الجزم جزم العقل بامتناع تواطؤهم على الكذب أي عادة عادة، يعني العقل لا يجعل تواطؤهم على الكذب مستحيلا، فالاستحالة جاءت من إيه؟ جاءت من العادة. أما العقل فيجوز ذلك، كقولنا جاب مثال لإيه؟ للمتواترات أو لما نحكم بأنه متواتر، فقولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، وكل من ادعى النبوة ده تركيب القياس، وظهرت المعجزة على يده، أو كل من ادعى النبوة وأيده الله تعالى بالمعجزة فهو نبي أو هو رسول، فهذا ينتج أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. قوله كقولنا فالحكم بدعواه النبوة وإظهار المعجزات على يديه إنما يجزم به العقل بواسطة حس السمع من المخبرين وبواسطة القياس بالوسط الحاضر في الذهن، وهو أن ذلك هذا القياس اللي هو الواسطة، طبعا هينتهي إلى إلى السمع، لكن في واسطة قياس حاضر في الذهن، وهو أن ذلك الخبر خبر جمع، وفي العادة يستحيل تواطؤ الخبر اللي هو يصدر عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على على الكذب، وكل ما هو كذلك فهو مقطوع به. واضح؟ هذا هو التواتر الذي يفيد اليقين. قوله الثاني من قوله وهذا القسم مركب من القسم الثاني والثالث. ايه القسم الثاني اللي هو الحسيات، والقسم الثالث اللي هو بواسطة اللي هو القضايا التي قياساتها معه، يبقى هو هذا القسم اللي هو القسم قسم المتواترات، تركب من قسمين قبله. ليه تركب من قسمين؟ لأنه ينتهي إلى الحاسة، إلى السمع أو إلى إلى البصر، لا ينتهي إلى العقل كقول الفلاسفة العالم قديم، وفي الوقت ذاته في قياس حاضر في الذهن اللي هو هذا خبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وكل ما هو كذلك فهو مقطوع به، يعني يفيد اليقين. واضح؟ يلا قوله الثاني هو الحسيات، أي ما كان يعني هو ده متركب من حاجتين، الأول هو حس السمع، والثاني هو القياس اللي حاضر في الذهن اللي هو قضايا قياساتها معها، يعني كأنه في قضية حاضرة في الذهن وفي حس، فلذلك قال لك تركب من الثاني والثالث. الثاني هو الحسيات، أي ما كان الجزم فيه بواسطة الإحساس بالحاسة
وقوله والثالث هو والثالث هو ما كان الجزم فيه بواسطة قياس ذي وسط حاضر في الذهن ملاحظ مع المقدمات، وهو القضايا التي قياساتها معها. وهذا القسم مركب من القسم الثاني والثالث، فهذه الأقسام الستة منها يتركب البرهان. يبقى البرهان قلنا يتركب من الايه؟ من كم قسم؟ ستة، اللي هي ايه؟ أوليات وحدثيات قضايا قياساتها معها وحدثيات متواترات وتجريبيات. خلاص كده؟ آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تكذبون. ماشي، لا مش عادي كنتم تنكر أصلا. يلا والغرض منه وصول العلم. يبقى البرهان بيتركب من هذه الأقسام الستة، والغرض منه من البرهان يعني حصول العلم اليقيني. خلاص كده؟ حصول العلم الايه؟ اليقيني. وقلنا انه مش معنى انه حصر اليقينيات في الستة دي انه ما فيش يقيني غيرها، وانما معناه ايه؟ انه اليقينيات المكتسبة من البراهين قلنا دي اكثر من ان تحصى، مش ستة ولا سبعة ولا الف ولا ملون، انما المراد انه دي المواد الاولى للبرهان، وما زاد عليها لا يكون اولا بل يكون ايه؟ من الثواني او ما بعد ذلك. خلاص خلصنا من البرهان. واما الجدل بقي قوله اليقيني نسبة لليقين بمعنى العلم. يعني ده اللي يفيد العلم، يعني يفيد اليقين، يعني يفيد نسبة، ففيه نسبة الشيء لنفسه مبالغة، يعني كيف ننسبها الى اليقين وهي تفيد هي نفسها اليقينيات، وهنا نسبة الشيء إلى نفسه مبالغة، لأن النسبة لا ينسب الشيء إلى نفسه بل ينسب إلى غيره، إنما كأنه من باب المبالغة. والمراد باليقين متعلقه وهو المعلوم. والمراد باليقين هتفيد اللي هو المتعلق اللي هو المعلوم، يعني المعلوم بهذه الستة يقيني. قوله أما الجدل. وأما الجدل فهو ما تألف من مقدمات مشهورة. يخلص كده البرهان. الجدل فهو ما تألف من مقدمات مشهورة، والمقدمات المشهورة ما اعترف بها الجمهور لمصلحة عامة أو لسبب، خلاص، أو لسبب رقة أو حمية، كقولنا هذا ظلم وكل ظلم قبيح، فهذا قبيح وهذا كاشف. ده يعني كان يجيب مثال للرقة، وهذا كاشف للحمية، وهذا كاشف لعورته، وكل كاشف لعورته فهو مذموم، فهذا مذموم، وهذا فقير، وكل فقير تحمد مواساته، فهذا تحمد مواساته، وهذا قتل أخوه ظلما، وكل من قتل أخوه ظلما حسن أن يقتل قاتله، يعني قاتل مين أو يقتل، حسن أن يقتل أو يقتل، يقتل قاتل مين؟ قاتل أخوه، فهذا حسن أن يقتل قاتله أو يقتل اللي هو الأخ يقتل قاتل أخيه. والغرض من الجدل إما إقناع، إما إقناع قاصر عن البرهان أو إلزام الخصم ودفعه، يعني هو لا يصل إلى إيه؟ إلى البرهان، وإنما هو إقناع قاصر عن البرهان، يعني لا يفيد الإيه؟ لا يفيد اليقين، وإنما يعني يقنع، يقنع أو يدفع الخصم، هذا فائدة الايه؟
الجدل. اقرا يا شيخ. قوله واما الجدل الى اخره عبر باما لتغاير المتعاطفين، عبر باما فين؟ واما الجدل لم يقل والجدل. لتغاير المتعاطفين لان البرهان نظر في مقدماته لافاده اليقين، واما الجدل فقد لوحظ في مقدماته الشهره. يعني ده يعني هنا ده غير ده. البرهان نظر في مقدماته لافاده اليقين، اما الجدل فقد لوحظ في مقدماته الشهره، انه الخصم ده يسلم بها وان كانت في الواقع يقينيه. قوله فهو ما اي قياس منطقي. قوله من مقدمات، المراد بالجمع ما فوق الواحد، يعني من مقدمتين او اكثر، فالمراد بالجمع ما زاد على الايه. وقوله مشهوره، قوله مشهوره اي كلها او بعضها. يعني مش شرط تكون المقدمتين او الاكثر كلها مشهوره، ممكن بعضها اي منظور فيها للشهرة، وإن كانت في الواقع يقينية وكان عليه أن يزيد، أو مسلمة يعني مشهورة أو إيه أو مسلمة كقولنا. نعم كقولنا استصحاب الحكم الأصلي حجة ليكون التعريف جامعا. هنا إيه جاب مثال هنا لل وإن كانت في الواقع يقينية وكان عليه أن يزيد، أو مسلمة يعني كأنه الخصم يسلم بها، كقولك استصحاب الحكم الأصلي حجة ليكون التعريف تعريف إيه؟ تعريف الجدل. قوله الجمهور مع والمقدمات المشهورة ما اعترف بها الجمهور، يعني الجمهور يعني الكثير غالبية الناس، يعني لأن المعاند مش هيعترف بها، فالمراد بالجمهور إيه؟ الغالبية. قوله لمصلحة أي أو شرع أو عادة، لمصلحة أي أو شرع أو عادة، يعني اعترف بها الجمهور لمصلحة، أو اعترف بها الجمهور ليه؟ بسبب انها شرع او عاده يعني عرف الناس ارتضت به. قوله او لسبب رقه اي شفقه، الرقه يعني الشفقه، والاضافه للبيان، اضافه ايه لايه؟ لسبب رقه يعني الرقه هي السبب، او السبب هو الرقه، فالاضافه هنا اضافه السبب للرقه هو ايه؟ يعني كأنه قال لرقة. قوله حمية أي تعصب. قوله كقولنا هذا ظلم إلى آخره، هذا وما بعده المشهور من مقدماته الكبرى فقط، وشهرتها بسبب المصلحة العامة، لأن الاعتراف بقبح الظلم يؤدي لعدمه فيرتفع البلاء عن الناس. يعني في مصلحة عامة، لأنه لما نعترف أن الظلم قبيح هذا منفعة مش قاصرة على الإيه؟ على من ظلم، لأنه ممكن إنسان يتعرض فيما بعد لظلم آخر وهكذا، فهذا يؤدي الاعتراف بأن الظلم قبيح يؤدي لعدمه فيرتفع البلاء يعني الظلم عن الناس ويكثر الخصم، والاعتراف بذنب كشف العورة يؤدي لعدم كشفها، وذلك يؤدي لعدم الشهرة لعدم الشهوة، وهو يؤدي لعدم، لأنه إذا كشفت الكشف العورة يثير الإيه؟ يثير الشهوة، وإثارة الشهوة تؤدي إلى إيه؟ إلى الزنا. وذلك لماذا أمرت المرأة بالحجاب وأمر الرجل أن يستر عورته؟ كل هذا حتى إيه؟ لا تثار شهوة مين؟ الآخرين. إثارة الشهوة يؤدي لإيه؟ للزنا. أما إذا غطيت أو سترت العورة هذا يؤدي لعدم الإيه؟ الشهوة، وهو أي عدم الشهوة يؤدي لعدم الزنا، وهو يؤدي لعدم الزنا لعدم اختلاط الأنساب، وهو يؤدي اللي هو عدم اختلاط الأنساب لتعاهد الآباء لأولادهم بالإنفاق
وهو يؤدي لحفظهم. شوف كده حفظ النفس. ولذلك حرمة الزنا كأنه معناها هي حفظ ايه؟ حفظ النفس. انه لو ابيح يبقى معناها لا احد يلتفت ولا يرعى احدا لانه ربما يشك انه من ايه؟ من غيره. فاذا يتهاون الناس في متابعة وتربية ايه؟ اولادهم الى اخره. اذا عرفنا ايه المراد بالجدل ما ركب من مقدمات مشهورة او ايه؟ او مسلمة. اما عند الناس واما عند الخصم. يعني مسلمة عند الناس جميعا. زي قبح الايه؟ الظلم مثلا، زي كشف العورة. او مسلمة عند الايه؟ عند المجادل. عند ايه؟ الخصم. فمثال اللي هو مسلمة عند الجميع ان تقول الظلم ايه؟ قبيح، وكل قبيح يشين يعيب يعني. فينتج الظلم يشين. ومثال الثاني ان تقول الاحسان خير. خلاص؟ وكل خير يدين. ومثال الثالث ان تقول زيد ايه؟ خير او عدل، وكل ما هو كذلك يعمل به. فينتج زيد ده يعمل برأيه او بنصحه. وسمي بذلك، يعني سمي الجدل بالجدل لانه يقع في المجادلة، يعني يقع في ايه؟ في مقابل ايه؟ مجادلة الخصم. فأنت تجادل وهو أيضا إيه؟ تجادل. والجدل حسن، يعني إيه؟ مشروع ومحمود، لكن بضوابط. إن كان المقصود به حسنا، يعني الجدل حسن إذا كان المقصود به إيه؟ حسن. أما إذا كان المقصود به ليس حسنا فيكون إيه؟ ليس محمودا، يكون ايه؟ مذموما. الجدل الحسن اللي هو لغرض ايه؟ لغرض حسن. بل ربما يجب، يعني ممكن في الجدل ما هو واجب، ان الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي. فأمر صلى الله عليه وسلم بالجدل، مش كده؟ فإذا كان المقصود به حسنا يحسن، بل قد يجب في أحيان، كما لو ظهر من يضل الناس في العقائد الدينية أو غيرها. يعني لو واحد مثلا يضل الناس ومثلا يظهر قضايا فيها تشكيك في العقائد أو الحادة، يجب مناظرته ومجادلته حتى لا يتأثر به الناس ويقع بسببه في الزيغ والضلال. أو واحد مثلا بيشيع للناس قضايا الوهابية والتجسيم والتشبيه، هذا أيضا يجب مجادلته، لا نتركهم فيضلون الشباب ويؤثرون في الناس، فتركهم ده ضلال، لازم نبين لهم مهما كان الأمر، بس ايه؟ بالتي هي أحسن. وجادلهم به حتى مع، مش مع الوهابية، مع أهل الكتاب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. يعني إلا الذين ظلموا منهم، يعني معناها نجادلهم بالتي هي أسوأ؟ لا، ما ينفعش، ده مش خلقنا. لا نجادلهم أصلا، ما نتكلمش معهم، نقول لهم سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلية. يلا يا شيخ محمد. قوله وهذا فقير إلى آخره، هذا القياس مقدمته الكبرى مشهورة بسبب الشفقة، لأن قوله وكل فقير إلى آخره الحامل على الاعتراف به الرقة والشفقة. الرقة، هذا فقير يعني مسكين،
يعني حالته بؤس، حالته كرب، الدنيا برد، مش ليس عنده غطاء، فيبعث عندك ليه الشفقة وتتأثر بسببه، مش كده؟ قوله وهذا قتل أخوه ظلما إلى آخره. احنا خلصنا موضوع وكل فقير الحامل على الاعتراف به الرقة والشفقة. قوله هذا قتل أخوه ظلما، كبراه مشهورة كده، وكل إيه من قتل أخوه ظلما حسن أن يقتل قاتله أو أن يقتل قاتله، يمشي كده تمشي. يبقى إيه اللي حيبعث على هنا على موضوع الحمية على الأخذ بالثأر؟ الجماعة طبعا في الصعيد ما يتوصوش أجارك ربك، بس عندهم جاهلية، وأنا من الصعيد وأعرف هذه الجاهلية أشد من الجاهلية الأولى، لأنه إذا قتل إنسان مشكلتهم ما يرضوش يعني يقتصروا على القاتل، يقول لك لا ده القاتل ده يعني إنسان صعلوك أو مثلا عاطل، احنا ناخذ أحسن واحد، ده الظلم ده. ولا تزر ويأخذ أحسن واحد، شوف واحد مستشار مثلا، واحد ليه واحد عضو في المجلس الجديد يروح إيه ما يتهناش بجلسة واحدة يقتلوه، فهي مشكلة. يسيب القاتل يعني؟ يسيب القاتل إذا كان مثلا زي كذا رجل يعني لا شأن له، يقول لك ما النبي ذا، شوف أحسن واحد شيخ القبيلة، هذا المشكلة اللي هي ما زالت إلى الآن. كانت في قصة زمان من الغرائب حصلت بالفعل، كان امرأة قتل مين زوجها وأخوها وقتل أهلها، ليس طبعا الحمية موجودة، حمية كمان العصبية الصعيدية اللي هي على أصلها، مش الآن اللي هي فيها تكلف أو فيها صنع، لا ده حمية أصلية، فليس معها إلا طفل إيه رضيع، فهل تنتظر حتى يكبر الطفل ويأخذ بثأر آبائه وأعمامه؟ فلجأت إلى أسلوب آخر هو القتل بالكراء، يعني تروح لعصابة مجرمين، تروح لشيخ العصابة ده أو رئيسهم تدفع له مال، لأنه في قلبها حمية، حمية جاهلية أيضا، فراحت إليه فأخذته، مش هي الحمية وأخذته هو الشفقة الرقة، فدفعت له مال وهو يعلم فقرها، فقال من أين أتيت؟ قالت ليس عندنا مثلا إلا بيت أو مثلا بهيمة بقرة أو كذا، باعتها فأخذته له الشفقة، فقال خذي هذا المال ونحن نقتله لوجه الله. أول مرة يتقرب بالقتل إلى الله، يعني هنعمل هذا إحسان أو صدقة، هنزكي عن الإجرام بتاعه، شفت كده؟ قوله وهذا قتل أخوه إلى آخره، كبراه مشهورة، والحمل على الاعتراف بها الحمية على الأخذ بالتأم. قوله حسن أن يقتل قاتله، حسن فعل الماضي أو صفة مشبهة خبر عن كل، حسن فعل ماضي أو صفة مشبهة خبر عن إيه؟ يعني وكل من قتل أخوه حسن، هذه الجملة دي حسن أن يقتل قاتله أو أن يقتل، دي خبر. ويقتل يرحمك الله، مش كده؟ مرة واحد سألني بيقول لي افرض للواحد نصراني غير مسلم عطس، اقول له ايه؟ طب اصلا السؤال غير وارد اصلا ولم يحمد الله، فقال لي اقول له قلت له لا يرحمك الله. لا هو مش متكلم في اللغة. خلاص يعني
او تقول ايه، تقول كده اللهم ارحمه، او تقول اللهم ارحمه ان شئت او عذبه ان شئت، كما قال المسيح عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، او تقول اللهم ارحمه فانك انت العزيز الحكيم مش فانك انت الغفور الرحيم. اللهم ارحمه بالاسلام. ده يمكن يعطس ويموت فيها. قول الحمد لله. ويقتل مبني للفاعل، وفاعله ضمير عائد على المبتدا. يبقى ايه؟ ان يقتل القاتل. ويقتل مبني للفاعل، يعني حسن ان يقتل مش يقتل، وفاعله ضمير يعني ان يقتل اخوه عائد على المبتدا مش كده، وقاتله مفعول، وضمير قاتله عائد على الاخ المقتول. يعني ايه الكلام ده؟ كل من قتل اخوه مش كده ظلما حسن اللي هو مين؟ وهو اثنين اخوات، حسن من اخيه ان يقتل قاتل اخيه. فهمت ولا لسه؟ نعم. قوله انت ما فهمتش تاجل. حسن ان يقتل قاتل اخيه. انت واحد قتل اخوك، فيحسن منك انت ان تقتل قاتل اخيك مش تقتل اخوك. يا تمام. قوله اقناع القاصر عن البرهان من اضافه المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل، فهذا ايه؟ اقناع مش كده؟ اقناع. الغرض من الجدل اما اقناع، اقناع قاصر يعني لا يصل الى ايه؟ الى البرهان، اي عن ادراكه. خلاص. قوله اقناع قاصر عن البرهان من اضافه المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل، اي ان يقنع مقيم القياس الجدلي من هو قاصر عن ادراك البرهان. يعني اقناع من هو قاصر عن ادراك البرهان. وقلنا الجدل فيه ايه؟ محمود، وفيه ايه؟ مذموم. ولذلك مرة انا تتبعت زمان كنا في سفر، فقعدنا نتتبع كلمة الجدل المادة، اول موضع في القرآن، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فيه يجادلنا وان الشياطين ليجادلوكم، فيه مثلا ايه؟ تجادلك، وهكذا. فوجدناهم كان 30 موضع في القرآن، أظن آخرهم أظن في سورة إيه؟ قد سمع، قد سمع الله القول الذي إيه؟ تجادله، مش عارف في بعدها تقريبا لفظ فيه مادة الجدال أو العموم إيه؟ 30 كلها جاءت في معرض الذم، إلا في موضعين، موضع النحل وموضع العنكبوت. حتى في الموضع الذي نسب الله تعالى فيه الجدال إلى سيدنا إبراهيم، يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم، إيه اللي عرفنا أنه هنا مذموم؟ قال يا إبراهيم أعرض عن هذا. خلاص؟ يبقى كل ما ورد في الجدال في دائرة الذم إلا فيه. ولذلك الجدال في نفسه غير محمود، إنما متى يكون محمودا؟ إذا قيد بالإيه؟ بالتي هي أحسن. ولذلك لم يقل مثلا إيه؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة التي هي أحسن، الموعظة الحسنة. أما في الجدال هو حسن، لكن لازم نلجأ إلى أحسن أسلوب، بالتي هي أحسن. أفعل إيه؟ تفضيل. يعني ما تجيبش ما هو حسن، جيب ما هو أحسن ليه؟ حتى تؤثر فيه، وحتى تكون وسيلة لدعوته وإقناعه وترغيبه في الدين. وذلك تجد ملحظ مهم في سورة القسمة، سمع الله قول التي تجادلك، مع أن الجدال مفاعلة لا يكون من إيه؟ من طرفين. فانظر في عرض القرآن نسب الجدال إلى المرأة، فلما دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام لم يسميه الحق جدال، بل قال والله يسمع تحاوركما، غير الكلمة، مع أنه الكلام إيه؟
تجادلك عن هو يجادل، لكن نزع الحق تعالى نبيه أن يكون، لأنه هنا ما كانش بالتي هي أحسن، ده كانت عودة تثبت أن الرأي هو الصح ومصر على ذلك، فراح خلاها هي اللي بتجادل، لكن سمى إيه صنيع النبي معها إيه حوار، ولم يسميه جدال، والله يسمع تحاوركما، مش كده؟ يلا. قوله قاصر عن البرهان أي عن إدراكه، عن إدراكه لو ذكر له لبلدته مثلا، يعني بليد مش هيفهم البرهان، اقنعه مش اقتنع، خلاص هو مسكين ما يعرفش البرهان، لو جبت البرهان مش هيفهم، خلاص جادله يعني اسكته رضي خلاص. يعني ساعات مثلا ما تتعبش معاه كثيرا، يعني تلقاه بيه بسرعة سلم لي، ما تقعدش تقول لا ده مش برهان ده جد هشككه تاني، خلاص سيبه رضي خلاص. قوله أو إلزام الخصم كما لو ادعى، يعني كأن احنا بنجادل عشان ايه الخصم المسكين ده مغفل بليد مش هيفهم البرهان، أو انت نفسك مش هتعرف توصله للبرهان، أو عشان نسكته نلزمه، يعني كما لو ادعى مالكي ظهار حلها الشيخ نايل ظهارة فضلة بهيمة الأنعام، فقال شافعي، أنت شافعي صح نسيت الاثنين خلاص، أنا ما دمت أنت بتجمع بين مذهبين فأنا في الحال دي حجمع يعني بين، بس عايز اشوف لي ايه المذهب اللي انا اجمعه مع الحنفي اجيبه الحنبلي عشان نفهم يعني القضية الثانية. فقال شافعون لا نسلم ذلك، فيقول الاول اللي هو المالكي للثاني انت قاصر عن ادراك الدليل، لو كانت نجسة اللي فضلت بهيمة الانعام للزم الحرج في الدين لكثرة ملابسة الناس لها، والله تعالى يقول وما جعل لكم في الدين، لكن التالي باطل اللي هو ايه الحرج في الدين، فبطل المقدم، فهذا إلزام للشافعي وإسكات له، وإن كان يمكن المناقشة بس إذا كان الشافعي رجل ايه عارف الأدلة، إنما إذا كان لسه متوسط أو مبتدئ هيروح ساكت، يبقى غلب مين؟ غلب المالكي بس في المسألة دي، لكن في مسألة ثانية حيسكت فيها المالك، وهكذا سبحان الله كل مذهب يستطيع في أمور معينة يكفل على الثاني على طول، وذلك ربنا جعلها إيه موزع بين الناس، ولو كان مذهب واحد يملك الحجة لأجمع الناس عليه وتركوا بقية المذاهب، وربنا شاء أنها تبقى الأربعة في الناس، وكل واحد مقتنع بمذهبه وطبقاته وكتبه وما شايفش غيره، لكن الإنصاف إنك يعني تقتنع بالجميع وإن يعني لا تجادل الناس في الأمور دي، خلاص هو مسلم لأدلته وأصوله وهكذا، يعني أنت سيب الناس في مذاهبهم وخليك أنت في مذهب، فهم عندهم من الأدلة كما عندك، لكن أحيانا تبقى أنت متفوق بس مش على طول الخط، لذلك في مسائل مثلا عند الشافعية خلاص ما وكذلك عند المالكية وكذلك عند الحنابل وعند الأحناف إلى يلا أمور وأما الخطابة نقف عند الخطابة ولا نكملها، ما قولكم ذا الساعة كام باقي 27 أخذ 10 دقائق فقط 7:30 خلص يلا أمور أما الخطابة نقرأ لك الصلاة. أما الخطابة فهي ما تألف من مقدمات مقبولة من شخص معتقد فيه الصدق لسر لا يطلع عليه أو لا يطلع عليه، تمام كده، أو لصفة جميلة كزيادة علم، راح تلقى إيه حافظ متون وكذا وبسم الله مش يطلع في المسابقات الأول فتثق فيه، وممكن ما يكون جرى المسابقة دي أو غير الكلمتين دول، لكن
زي كده سميت او زهد، يعني تلقى انسان متطشف فتقول ده خطبة مؤثرة. طبيعي ما فيش علم فيها، ما فيش كل ما في الامر انه السر في انه خلاك تعلقت به دون غير انه رجل زاهد، يعني مش كلهم يلبس جبة شكله وجبة لونه او نحوه من مقدمات مضمونة مثل هذا يدور في الليل بالسلاح. ده ايه ده؟ الخضاب، امثلة للخضاب. وكل من يدور في الليل بالسلاح فهو لص، فهذا لص. والغرض من الخطابة، نقول الغرض من الجدل ايه؟ ها؟ حاجتين، اقناع لمن هو قاصر او ايه الزام. اما الغرض من الخطابة ترغيب السامعين، لكن خطابة انفعالات واثارة. كنا نروح في الهند نجد ايه زمان لما كان ايام الثورة بتاع عبد الناصر، وكان في حماس وزلزل الخطبة في الإذاعة، كش لسه في تلفزيونات. الحالة الثورية اللي كانت في مصر زمان موجودة ما زالت، تلقى رجل كبير في السن ويخطب بقوة ممكن 3 ساعات ويزلزل الايه القلوب وترتفع الأصوات، لأنها تعتمد على الايه، يا إما يرغب الناس في شيء أو ينفرهم إيه من شيء، وكله إيه على الصياح وقوة الصوت. لكن لا تجد إيه براهين، أو إنما فقط إيه تحريك للإيه للمشاعر. ولذلك حركات الخطيب وانفعالاته هي اللي بتؤثر في الناس. يقول لك الرجل ده بيحمق ويبكي ومنفعل، أكيد ده قضيته على حق 100% بيمثل. والخطيب زي الممثل، لازم يكون ممثل بارع عشان يأدي، بس ممثل مش هيضحك على الناس، يعني يستطيع إيصال الايه الجماهير إلى ما يريد، يحرك فيهم الايه الحماس والمشاعر. مش أول ما يجي يركب المنبر يروح مباشرة يروح يجي لك النعاس، ده لسه رايح في المباراة. تروح أنت ايه تعمل ايه؟ ما تقومش للصلاة إلا إيه بعد ما تسمع الإقامة، ما سمعتش أو في الدعاء، يمكن ربنا يسألك لما تقوم تسمع ليه الدعاء. ذلك مرة حصل واحد قال هذا الله أعلم إذا كان يعني، كان رجل إيه ينام أول ما يلغي الخطيب، تعرف الخطباء اليومين دول يعيد ويزيد في كلام، يروح الرجل يقول لك أخذ لي غفوة بس ينام على كرسي دحين ما إيه عشان ايه ما يفقدش الوضوء، ما هو متمكن بس ينام لحد ما ايه يخلص الايه الخطبه يقوم يصلي. فحصل موقف مره انه الخطيب حصلت له ظروف، رجل نايم فنزل وركب واحد تاني غيره، فاول ما صحي او قالوا له قوم صلي، قال انتوا سايبيني نايم من الجمعه اللي فاتت، وهو ظن انه واحد جمعة تانية غير قلت الرجل ده كان الجمعة اللي فاتت الجمعة دي. الله والغرض من لا مش هنروح عند الشعر، الشعر ده شغلان عظيم. والغرض من الخطابة ترغيب الايه السامعين. يلا بس الخطابة. وأما الخطابة إلى آخره سمي هذا النوع بالخطابة لأن ترغيب السامعين في الأشياء أو عنها من شأن الخطباء. أيوة ترغيب السامعين في الأشياء، ترغب فيها أن رغب دي يحدد معناها الحرف اللي بعده، رغب في الشيء أو رغب عنه كده، من رغب عن سنتي فليس إيه. طب ومن رغب في سنتي، يبقى الغرض من الخطابة ترغيب السامعين في الأشياء أو عنها، وهو بيقول لك حرام وحلال أو مثلا مندوبات ومكروهات. ففي الشيء المستحب يرغبك إيه فيه، والشيء المنفر يرغبك إيه عنه. فهي ما أي قياس، فهي الخطابة ما تألف من مقدمات. المراد برضو زي ما قلنا ما زاد على الإيه مقبولة، يعني هو يجيب لك ايه كلمة مقبولة وعشرة له، زي قال لك مقبولة كلها او بعضها، يعني يركب المقبول على اللي مش مقبول. قوله من شخص معتقد فيه الصدق، وانت لو الخطيب اعتقدت فيه الكذب والله لو حتى قرأ قرآن مش هتصدقه،
فلازم هي تثق فيه، تعتمد فيه الايه؟ الصدق. هنا معتقد فيه الصدق بيان لجهة قبولها، يعني قبول الايه؟ الكلام بتاعه. وقوله لسر لا يطلع عليه، سر يعني علة لاعتقاد صدق قائلها. ايه اللي خلاك انت اعتقدت في الرجل ده الصدق؟ اي انما اعتقد صدقه لسر، كبعض العوام الذين يلبسهم الله ثوب القبول بين الناس، وذلك في ناس تتفائل يكون رايح يقول له اوعى تروح ما تروح، يروح راجع تاني. اعتقد ايه في هذا الرجل؟ رجل مبارك او رجل من الاولياء، او ممكن ايه تصادف يكون فعلا ان ربنا كف عنه شر او شيء. يلبسهم الله ثوب القبول، يعني رجل كده بركة كده، يعني ترجى ايه بركته بين الناس، بحيث يقع صدق كلامهم في القلوب. لو جالك واحد فيلسوف زي سقراط او افلاطون تشك فيه، انما الرجل العام ده اللي لا يملك حجة ولا جل، اول ما قال لك صدقت كلامه يقول لك ده بتاع ربنا، ده من اهل الله، وانت ما تعرفوش، فاعتقدت فيه الايه؟ الصدق. خلاص. ولذلك احيانا حال المجهول بينفع، يعني ممكن واحد يعتقد فيك الولايه فيكرمك ويحسن اليك وكذا، انما لو عرفك ممكن حتى ما يردش عليك السلام فتمشي. كمان بعض الصالحين بيقول لك كان في ايام الحج وراى في المنام انه عدد كبير في الحج، فبيسألوا كم عدد الحجاج؟ فقالوا والله مش عارف. فيسألوا كم مرة لحد ما استيقظ وسأل الناس فعرف انه العدد 600,000، كم في زمن يعني. فرآه مرة تاني في المنام قال له كم العدد؟ قال له 600,000. قال له أتدري من المقبول منهم؟ قال لا. قال له 6. 6 من 600,000؟ قال له ما تستغربش، ما ربنا شفع كل واحد من الستة في 100,000 فقبل الكل. إنما الأصل اللي هو معول عليهم الحج سليم مقبول كان، فخرج هو فرحان إنه الحج قبل بسبب الستة، بس مين هم الستة دول؟ مش عارف. فرأى رجل يعني يزمر أو يفعل فعل كده غير يعني غير مستحسن، فيعني الرجل بيلقي عليه السلام فلم يعبأ به أو يعني لم يعبره. قال له أخي تعالى أنا بكلمك رد علي. قال روح أنت سيبني أنا في المناسك في العبادات. قال له أنا من الستة. فزهل. فحال الناس مستور عند الله. فربما واحد أو دل لا تعبأ به لا يسخر قوم من قوم سان يكون خير، ولا نساء من نساء. فلا تحقرن فقيرا أو إنسانا لمنظره أو لحاله أو لفضل، ربما يكون هو إلا حيكون سبب في نجاتك في الإيه؟ في الآخرة. في حال ها الخطابة مقبولة، مقبولة، ما هي مظنونة، ما هي مظنونة أو ما هي نفس المعنى، من مقدمات مظنونة. تمام. ما تألف من مقدمات مقبولة أو من مقدمات مظنونة، يعني فيها كده وفيها كده. كلها أو بعضها. قوله من شخص معتقد فيه، إن بعض العوام الذين يلبسهم الله ثوب القبول بين الناس بحيث يقع صدق كلامهم في القلوب. مش عارف ليه أسر، أنا عندي إحساس إن الرجل ده صادق، بس ليه مش عارف. أنا جربت مع بعض المشايخ كده، يعني مش لم أقصد التجربة، بس كنا ماشيين كده ووجدنا واحد كده رتل أشعث، يعني زي الحديث يا رب ذي طمرين مدفوع بالإيه بالأبواب لو أقسم على الله. فإحنا من بعيد كده، والشيخنا ده كان من أهل الجدل زي أرسطو كده. فبقول له الرجل ده لسه احنا بيننا وبينه حوالي يمكن 70-80 متر كده، بس شايفينه كده الرجل ده رجل من أهل الله تعالى يعني نسلم عليه. بص كده من بعيد كده كان بنضاره اللي راح،
قال لي ده من أولياء، ده رجل بين عليه قاطع طريق وبيقول هذا علم ومسافة بعيدة عن الله لا يمكن عادة أنه الشخص يسمعها، زي مثلا أنا هنا وهناك في آخر الصحن وأنا بكلمك في أذنك أو بكلم، فكيف أسمع في مسافة بعيدة. فلما جئنا إليه سلمت أنا عليه ومد الشيخ يده فرفض، قال كيف تسلم على قاطع طريق؟ سبحان الله كيف يعني؟ قال أنا قاطع طريق أسلم لي على؟ فممكن في يعني أثبت للأولياء الكرامة. وأنت بتستغرب ما العلم التوحيد اللي بندرسه ده إلى الآن لم تؤمن بالكرامات. طيب بعدين إيه؟ قوله كزيادة علم كقول الشيخ لتلامذته يحثهم على المشاركة في المطالعة، المطالعة مع الإخوان. بس خد بالك يعني رأي المكان ظهروا أيام الجماعة البعد ده. المطالعة مع الإخوان تؤثر، حد يفهم غلط، أنا بنقرأ اللي في الكتاب. المطالعة مع الإخوان تؤثر نفعا، وكل ما هو كذلك فينبغي أن لا يترك. أنتج المطالعة برضو مع الإخوان ينبغي أن لا تترك. قوله أو زهد يعني كزيادة علم أو زهد يعني أو زيادة الزهد أو زهد كده من غير زيادة. قول الزاهد القناعة عما في أيدي الناس تؤثر المحبة، خلاص كده هي القناعة فاحفظها تكن ملكا كده، لو لم يكن لك إلا راحة تعوزين، ليس لك إلا ما أكلت فيه فأبقيت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى من ملك الدنيا بأكملها، هل راح منها بغير القطن؟ لكن برضو مش هتقتنع، رغم انك تعلم هذا مش مظنون او مقبول، ده يقين وفي حد لا يقين لكنه في العقل مش محول الى ايه الى سلوك. خلاص ابن الجماعة دول او زهدك القناعة عما في ايدي الناس تؤثر المحبة، كل ما يؤثر المحبة ينبغي ان لا يترك. او نحوه بان كانت القضايا صادرة من شخص شأنه النصح للمسلمين. قوله ترغيب السامعين نحو هذا يعاونك في المطالعة، وكل من كان كذلك ينبغي مواساته. فالقصد الترغيب في الشيء ومثله التنفير، كما هذا يدور بالإيه في الليل بالسلاح، وكل من يدور يعني عاود ينفرك يعني، أو بشوف حد بيلف بالسلاح اعتبره لص، ما يمكن يا أخي غفير، أو لكن هو عاود إيه ينفرك. وكل من كان كذلك هذا يدق قوله. خلاص كده انتهينا من الخطابة، باقي حنقف عندي ايه واما الشعر. والله تعالى اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. اللهم صل على سيدنا محمد يا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومدارك لذاتك كل ما ذكرك ذاكرون ووقل عن ذكر الغافل. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Thank you.